نشوف بشرة. بشرة، بشرة كانت حديث ال ال المهرجان. اوكي، اولا انا بحس انه بشرة حبيبة الجماهير. اوكي، شي از وان مان شو. انا دايما بسمي بشرة وان مان شو، ما شاء الله عليها. اي ثينك انها موهوبة جدا جدا جدا، فيري تالنتد، تعرف تمثل وتغني وتعزف موسيقى وتذيع. شي از بيرفكت، يو نو، انا اي لاف هير. عندها 1.7 مليون فولورز على انستغرام. كان في مشكله في الفستان ده، انا مش فاهمه ليه. اوكي، انا حاسه، بصي هاخد تعبان، انا حاسه ان هي حاولت تعمل ستيتمنت، فالستيتمنت فلت منها يعني. طيب، فلت. طيب يعني عمل زي ما البس حاجه وجزمه حمراء مثلا، ستيتمنت. لا لا، للعين. طيب، متعب. بصي يا امينه، انا عايزه يعني، في حيوانات كده معينه في حياه الفاشن ما بتروحش، ما بتروحش خلاص، اتس اون جوينج خلاص، زي السنيك، زي الليوبار، فاهماني؟ مش على فكره، انا مش مع الموضه او مش مود، انا على فكره حلو قوي. انا هخش لك بقى في الموضوع ده. فده الثلاثه دول، الثلاثه انيمالز دول، الليوبار والزيبرا والسنيك، دول ما بيبطلوش. أوكي، خلاص، بتلاقيهم على كل شكل ممكن تتخيلي، على الأقمشة، على امبرويدري كده، على اكسسوارز، على متخيط، بادجز، وات ايفر. خلاص، لسه حالا اول امبارح كانت مغنية امريكية سمراء اسمها ماري جاي، كسبت جائزة ما، شيز اون انستغرام، اسمها ماري جاي عشان لو ناس عايزة تدور، ولابسة فستان من تمرازة. اوكي، الفستان صك لون واحد وفي تعبان مهول، تعبان جولد. اوكي، اتس فيري بيج من اول تحت لغايه فوق. فانا مش شايفه انه في مشكله. هل التعبان كبير؟ فاين، يمكن كان ممكن يصغر، فاهماني ازاي؟ بس هو فستان اسود، وان شولدر مفتوح، واي نوت احط له تعبان مجهول او الماز او ستراس او وات ايفر، وشعرها بيرفكت، الفستان اسود، مش عامله مثلا فستان احمر ومعاه كمان السنيك، نو، فستان اسود از بيسك. ده الجولري الوحيده اللي على جسمي كله، شي از نوت ويرينج اني ثينج، مش لابسه اي حاجه تاني، مش مريح للعين في حاجه. انتوا خايفين من التعبان؟ لا خالص، شكله مخيف، مش عارفه هو في حاجه. خلينا نسيبها دلوقتي، خلينا